ماشي يا عم. لا اللي هيعمل ال 20 هيعمل ال 23. انت شفت بقى قول لي حضرتك بتعملوا ايه هنا بالظبط في قلب صنيه ميدان التحرير؟ انا ان شاء الله بنعمل منصه الشهداء. ده يعني منصه الشهداء دي بتكليف من مين بالظبط؟ مين اللي قال لكم تعملوها؟ ده احنا جايين من تبع المحافظه. محافظه القاهره؟ محافظه القاهره. يعني محافظه القاهره هي اللي كلفتكم ببناء منصه للشهداء هنا في صنيه ميدان التحرير؟ ان شاء الله. تمام. انتوا بداتوا فيها شغل من امتى بالظبط؟ من الصبح، من الساعه 6 الصبح. من 6 الصبح. متوقع تخلص امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله الصبح هتخلص. الصبح يعني بكره الصبح ان شاء الله تكون خلصت باذن الله. طب انت حاسس بايه وانت بتبني منصه للشهداء؟ حاسس براحه نفسيه كده. فخور باللي انت بتعمله؟ ايه؟ فخور باللي انت بتعمله؟ فخور. حضرتك مبسوط من ان انت بتبني منصه للشهداء؟ مبسوط. امال ايه؟ ليه مبسوط؟ عشان بعمل حاجه تفيد بلده وفي نفس الوقت ده حاجه للشهداء اللي راحت دي. فاحنا شغالين بامانه ربنا يعني الشغل تسهيل والله شغل 100 100. تمام. وبعدين يعني الحمد لله والشكر لله فضل من الناس الكبيره برضه. تمام. اخر سؤال لحضرتك. انت بتعمل العمل دوت بشكل تطوعي ولا بتاخد عليه اجر؟ لا باخد عليه اجر وفي نفس الوقت بشكل تطوعي. تمام. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. الف شكر لحضرتك. شكرا.